سلام، انا معاد احبوش. مرحبا بك في هذا الفيديو. غنوريك في هذا الفيديو واحد الحاجه اللي غتخلي عقلك بين يديك. ملي كنقول عقلك بين يديك، يعني المشاعر ديالك، الافكار ديالك، هادوك اللي كيتحكموا في الافعال ديالك غيوليو بين يديك. ثق بيا بلي هادشي اللي غنقولو من قلبي باغيه يعاونك. وهاد التقنيه هادي سميتها تقنيه الانفصال. كيفاش هاد تقنيه الانفصال؟ هي انك تنفصل على الشخصيه ديالك، تنفصل على داك الدور اللي انت لعبه في حياتك دابا، الدور ديال داك اللي طايح في مشكله، داك اللي ما قادش يحل واحد المشكل ولا واحد التحدي ومن المستحيل انه يحلو بسهوله. انا نعطيك واحد المثال باش تفهم وغتفهمني. ملي كيجي عندك واحد خينه هكا، صاحبك ولا يعني واحد البنت كتعرفها ولا ايا كان، يعني صاحبك ولا اختك ولا، وعنده واحد المشكل وماشي يعني مشكل عادي، يعني واخا يكون حتى مشكل كبير، واش ماشي كتشوف راسك باللي قادر تحليه المشكل؟ كيجيك المشكل ديالو ساهل وبسيط وغير خطوات من هنا وهنا غادي تحليه المشكل بسهوله. فعلا كتشوف راسك هكاك. علاش؟ حيتاش انت حيادي وما داخلش معاه وما منغمسش معاه في داك الدور اللي عايشه هو، يعني دوك المشاعر ودوك الافكار اللي كيعيشها هو على داك التحدي ولا المشكل اللي عنده ما عايشهاش معاه انت. داكشي علاش كيجيك هاد المشكل بسيط ولا هاد التحدي بسيط وساهل انك تحله. وهذا الشيء لاش درت هذا الفيديو باش نعطيك هذه التقنيه اللي غتعاونك توصل لهذه المرحله ديال ان يجيك بسيط وسهل تحله. هي اني تدروك علاش كندويو هذه التقنيه هذه، هي انك تنفصل على الشخصيه ديالك، حيت شخصيتك منغامسه في الدور ديال عندها مشكل وما عارفاش كيفاش تدير ليه وصعيب انها تحله بسهوله. هذه التقنيه نيت هي اللي غتبعد عليك دوك العوائق. شنو هما هذه العوائق؟ المشاعر والافكار، هادو هما اللي كيخليوك تحس بواحد الخوف والعشوائيه. وهذه التقنيه اللي كنقول لك دابا هي اللي غتبعدهم عليك وغتخليك تركز في حاجه واحده اللي هي الحل اللي باغي توصل ليه تماما. اتولي تشوف الشخصيه ديالك من بعيد بحال هذاك اللي جاي يسولك على المشكل ديالو وانت كتعطيه حلول. دابا غتخلي شخصيتك وغتشوف راسك من بعيد وغتولي تعطي لشخصيتك حلول اللي غينفعوها. حاول تخلى شوية على شخصيتك اللي منغمسة في الدور ديال ما عارفة ما تدير وعايشة بالعشوائية، وتخيل راسك واحد الشخص آخر، شخص ألماني ولا أمريكاني ولا أيا كان، ياباني، مهم، واحد الشخص اللي منفصل على المشاعر والأفكار ديال شخصيتك القديمة. يعني أنك غتجرد من شخصيتك اللي منغمسة في ذاك الدور وتدخل في شخصية أخرى اللي قادرة تلقى حلول اللي غيوصلوك للهدف ديالك. وهاد الشخصيه الازدواجيه الفاهمه المتالقه اللي واعره بزاف هي اللي غتخليك تنسى المشاعر والافكار وغتوجهك للهدف ديالك، غتوجهك للخطوات اللي غتمشي عليها وغتوصل ليه، غتوصلك لواحد البلاصه اللي عامره بالتفاؤل وعمرها ما غتعيا. هاد الشخصيه هادي ما محتاجاش لواحد الموتيفيشن، عارفه شنو كدير والخطوات اللي كدير غديرهم وغتوصل للهدف ديالها كيف ما كان. يا ربي تكون فهمتيني. دابا اللي بغيت نفهمه لك هو انك قد ما بعدتي على الدور اللي انت عايشه منغمس فيه، قد ما كيبان لك التحدي ساهل، قد ما كتبان لك الحقيقه، وقد ما كيبان لك النور قدامك، الحفاظه والخدمه واي حاجه. مثلا في الحفاظه، من اللي غتنفصل على الدور ديال هذاك اللي عايش في ستريس والافكار ديال الدروس كتار وداكشي صعيب والجهه ويقرب، غادي تدخل في واحد الدور ديال هذاك اللي عنده الحل، هذاك اللي كيراقب من بعيد وسهله عنده الحياه ويقدر يوصل لاي حاجه بغاها بخطوات اللي هو يقدر يرسمها غير بوحدو ويمشي اليز. وهنا فاش كتنفصل على الشخصيه القديمه وكتدخل في شخصيه واحده اخرى ذكيه ومتالقه، هنا كتولي تحس بالمشاعر وكتفيق من القلبة. دوك المشاعر اللي كانوا شادينك ومديرين لك واحد العائق، المشاعر والافكار، كتولي تفيق وتحس بهم باللي هما كانوا غير داخل ديالك وكان خصك غير تبدل، يعني تبدل غير داخل ديالك وغيمشي وما غيبقاش يبانوا. مثلا فاش تشوف راسك مقلق، سول راسك علاش انا مقلق. انا بطبيعة الحال شخصيا ملي كنكون مقلق شحال مرة تنسول راسي علاش انا مقلق، تما كنفيق من القلبة. يعني داك الدور اللي كنت انا منغامس فيه ديال مقلق، علاش انا منغامس فيه؟ علاش؟ يعني تما كتولي تفيق بشوية بشوية، كتولي تفيق
تقول يعني انا راه كنت واخد داك الدور بجديه، ولكن مركزت على الحاجه الاهم، الحاجه الاهم ديال انني كيفاش نخرج من هاد الشخصيه ديال انني مقلق. حاول تطبق هادشي اللي قلت لك وغتشوف كيفاش عقلك كيخليك منغمس في الدور ديالك، ومن اللي كتنفصل من ديك الشخصيه كتشوف كيفاش بحال لك انت في واحد الغيبوبه. واحد العامل اللي كنشوفه انا دابا مهم بالنسبه لك وخاص يكون عندك مهم هو الوقت. شحال من مره كتشوف راسك كيفاش كنتي في الماضي وكيفاش انت دابا؟ هاد التقنيه هادي كتخليك تفيق من القلبه قبل من داك من ديك 10 سنين اللي غادوز، ولا 20 عام، ولا وقت طويل. تقنيه الانفصال اللي ذكرت لك دابا غتعاونك حتى في المواقف اللي باغي تكون وما عارفش ولا ما قادرش ديرها، يعني باغيها تكون في حياتك ولكن ما عارفش لها. والدراري بالخصوص مع من كندوي يكونوا فهموني دابا، كندوي على التواصل مع الجنس الاخر، غتكونوا فهمتوني دابا. هاد الانفصال هو النيت اللي غيبدل المشاعر ديالك، هو النيت اللي غيبدل الافكار ديالك، وهذا الشيء هذا في صالحك وهو اللي خاصك دير. وحتى البنات غتكونوا فهمتوني دابا، ديما اختاري الشخصيه المتالقه والتايقه في نفسها والزوينه واللي كتشوف فيها الطوب ديال الطوب ديال الطوب. واحد السؤال اللي زوين هو علاش انا هاد الشيء كيجيني مهم وضروري ندير عليه فيديو وضروري زعما نهضر عليه؟ حيت اخويا العقل ديالك فعلا هو السبب ديالك في كل شيء، في الفشل، في النجاح ديالك، في اي حاجه كديرها هو السبب. يعني الافكار ديالك هي اللي كتحول لمشاعر، ومشاعر كتولد افكار، وافكار كتولد مشاعر، وهي غاده بحال الروسيكلاج. وهذا الشيء هذا هو اللي كيخليك دير افعال هي اللي كتحدد المصير ديالك. فاش كتفيق الصباح وكيقول لك عقلك رجع تنعس، هذاك بحد ذاته راه واحد الفكره اللي تكونات في العقل ديالك، حيت هو كيميل للراحه بزاف وكيقول لك خاص الجسم ديالك تعطيه الراحه، دونك تيولد فيك هذا الشعور هذا واللي كيخليك ترجع تنعس. هاد الشيء هذا هو النيت فاش كتهز تراجع وكيقول لك عقلك حط الكتابه صاحبي، نوض تلعب ولا سير تجلس ولا مهم اي حاجه ممله، دير اي حاجه ولكن بلاش الحفاظه ولا بلاش القرايه. ولكن فاش غتنفصل عليه، فاش غتجرد منه، فاش غتولي تفكر من بعيد بحال ساكن بعيد على الشخصيه ديالك، غادي تولد فيك ديك الروح، غادي تفهم السذاجه ديالك، وغادي تلقى الحلول اللي غيعاونوك. ديك الروح ديال جنون العظمه في الخدمه والابداع غادي تولد فيك، وهادشي هذا كامل غينفعك في اي هدف كيف ما كان. يعني كندوي على اي هدف ماشي غير الجهوي اللي عندك، اي هدف انت ولا انت اللي كتسمعوا فيا، من المستحيل ان يكون عندكم هدف واحد هو الجهوي، قد يكون عندكم هدف اجتماعي، اقتصادي، اي حاجه. وهذه التقنيه راه غتنفعكم فيهم كاملين. كنتمنى من كل قلبي انك تطبق هذه التقنيه وترد عليا في كومونتير كيفاش جربتيها وشنو وقع معك. فانا عارف بزاف ديال الناس مساكن، يعني هادو اللي عندهم الامتحان ولا اي حاجه، وانا منهم، كيكون الانسان في واحد ستريس، في واحد الخوف، ولكن هذا راجع للعقل اللي كيولد افكار. واصلا خدينا معتقدات باللي الامتحان راه هو واحد الامتحان، راه شي حاجه صعيبه، راه امتحان هذاك. داكشي علاش خدينا على هذا المعتقد، هذا هو اللي خلانا نحسو به باللي شي حاجه خايبه وخصنا نخافوا منها. ولكن هاد التقنيه النفسيه غتعاون بزاف الناس اللي ما عارفينهاش واللي غيعرفوها من هذا الفيديو، غتعاونهم باش يتحداو هاد الستريس هذا ويدخلوا في شخصيه اخرى اللي متفائله واللي عظيمه واللي خدامه واللي مبدعه واللي فنانه. في الاخير بغيت نجاوب على السؤال ديال شي طريقه اللي كيسولوني، شي طريقه ديال الحفظ مزيانه وتخليك تفهم وانت فرحان. هاد الطريقه هي الحجايات، هي الحكايات، هي انك ترد داكشي اللي كتقراه حكايه، انك تنسج واحد الحكايه. هذا جا من هنا ودار واحد الايكواسيون، جا هذاك من هنا ورد عليه بايكواسيون جات من هنا، وكذلك التاريخ، التربيه الاسلاميه، الفرنسي، العربيه، كذلك تلاحظ بلي هادشي كله الا خدمتي معاه ستوري كيولي واحد الحاجه اللي زوينه واللي سهل انك تستقر معها وتستابيليزا معها. فهذه طريقه زوينه واللي انا متبعها، وداكشي علاش قلتها لك، هي الطريقه ديال الحجايات، طريقة ديال الحكايات، وأنك ديما تعلم باش تعلم. If you teach you learn، يعني أنك ملي كتعلم شي واحد انت كتعلم. شكرا بزاف على الاستماع وإلى اللقاء.